فراسك بهذا الباسبور ممكن تصاوب هذه الشتيه. هذه البطاقه البنكيه ديال نيكل، غنفتحها معكم. السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه وهي البطاقه البنكيه. اي واحد يكون في مهاجر في اوروبا ما كتكونش عنده البطاقه باش يحط الفلوس ديالو. اليوم جيت نقول لكم واحد الفكره اللي غنبارطاجيها معكم اليوم، وهي واحد النيكل. النيكل هي واحد البطاقه ديال البنكه كتحط فيها الفلوس ديالك باش تكدي شي حاجه ولا ترزر بشي حاجه، راه اسهل بالنسبه للمهاجرين. نوريكم الطريقه ديال باش تتصاوب هي بالباسبور. حالة شهر بالباسبور كتدخل الانفورماسيون ديالك والله يسهل الامور. المهم دخلوا معايا نشوف. المهم بالنسبه للنيكل ضروري كتخلص 20 اورو في اول حاجه، يعني انا الروسي ديالو هو كتخلص. من بعد كونفيرميها في التليفون، يعني كدير لها ابليكاسيون ديالها وكتدخل لي زانفورماسيون ديالك باش تاكتيفا في التليفون ديالك. بالنسبه للنيكل راه حاجه واعره وطوب بزاف، يعني كتخلي فلوسك في امان وكدير اي حاجه بغيتيها، تقدر شي حاجه من الانترنت ولا شي حاجه. اللهم يستر، الله يفرجكم وتشرف.